اليوم كان الاضراب الوطني لفئه الممرضين وتقنيين الصحه بالمغرب، اضراب وطني يوم 28 مارس اللي هو ثالث اضراب في شهر مارس بعد الاضراب ديال 13 و 21 مارس اللي تيتزامن مع جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، اللي تطرق للملفات المطلبيه للنساء الشغاله الصحيه بجميع فئاتها وعلى راسها عمود المنظومه الصحيه او العصب المنظومه الصحيه كما يسمى فئه الممرضين وتقنيين الصحه. كان التزامن مع وقفات كتزامنت مع وقفات جهويه على صعيد جميع الجهات بالمملكه امام المديريات الجهويه للصحه بعد الوقفه الوطنيه الناجحه اللي تم تنفيذها يوم الخميس الماضي 21 مارس امام وزاره الصحه للتنديد بسياسه التماطل والتسويف والاقصاء والتهميش التي تنهجها ومفاتيح تنهجها وزاره الصحه امام تجاه فئه الخطوط التمريضيه الممرضين وتقنية الصحة والإقصاء ديالها من الحقوق ديالها المشروعة ومن المطالب التمريضية الستة الشاملة اللي الممرضون وتقنية الصحة يعلنوا أنه لا تنازل عنها وأن المسار النضالي مستمر في اتجاه تحقيق هذه المطالب والضغط على جميع الواجهات. احتقان كبير تعيشه فئة الممرضين وتقنية الصحة منذ سنوات وتوج بحركات اجتماعية وحركات ديال التمريضية كبيرة سلبية للنداء حركة الممرضين وتقنية الصحة في المغرب المنبثق عن اجتماع 2 مارس اللي كانوا فيه ثلاث محطات نضاليه في شهر مارس. كان اضراب ديال 13 و21 واليوم 28 كاين معها وقفات جهويه ومحليه. حنا في جهه الدار البيضاء صطات قمنا بوقفه محل جهويه قدام المديريه الجهويه للصحه ديال كازا صطات. وذلك للتعبير عن احتجاج ديالنا ولعدم تجاوب الوزاره مع المطالب ديالنا اللي حنا خارجين عليها منذ سنوات. هذا ماشي اول اضراب وماشي اخر اضراب لينا، وفي حاله عدم تجاوب الوزاره مع المطالب ديالنا حنا دايرين كذلك اضراب لمده يومين شهر ابريل ومسارنا النضالي مازال طويل. غادي نذكر بالمطالب ديالنا اللي كتجلى في الانصاف والتعويض عن الاخطار، اخراج مصنف كفاءات والمهن، انشاء هيئه وطنيه للممرضين، توظيف جميع الممرضين المعطلين بدون تعاقد، وكذا انصاف ضحايا المرسوم. ارفع شارات الزيرو، ارفع شارات الزيرو، قولي الوزير هيا، قولي الوزير هيا.